لم يكن من السهل على سودة ممارسة حرفة يهيمن عليها الرجال، لكنها صممت على العمل كفني كهرباء. هذه الفتاة التي تبلغ من العمر 18 عاماً تستخدم مهاراتها في إصلاح أعطال الكهرباء. دائماً ما كنت أواجه مشكلة عديدة، لأن من غير المعتاد أن تجد امرأة تعمل في الكهرباء في هذا البلد. الشيء الوحيد الذي أتمناه هو إكمال دراستي، لكنني عادة أنشغل في عملي كي أتمكن من الحصول على القليل من المال. ودرست سودة في مركز للتأهيل التقني في مقديشو، وما زال يراودها حلم العمل في شركة كبيرة للكهرباء للمساعدة في إنارة مختلف مناطق الصومال. ورغم انتقادات كبيرة وجهت لسودة، فإنها تمثل مصدر إلهام لكثير من النساء الصوماليات. سودة تعد نموذجا يحتذى بالنسبة للعديد من الفتيات الصغيرات، فهن ينظرن إليها أيضا كامرأة تكافح في مجتمعنا، وقد منحت كثيرا من النساء في الصومال الشجاعة للتقدم والمضي قدما في هذا المجال، وهو مجال يهيمن عليه الرجال. وبعد أن ذاع صيت سودة كأول امرأة تتلقى تدريبا رسميا للعمل في مجال الكهرباء منذ سنوات، أصبح من المتوقع أن تجد غيرها من الصوماليات مكانا خارج الأدوار التقليدية للنساء.